والآن تنضم إلينا في استوديو ميري علابوني، إحدى النساء الملهمات التي حاربت سرطان الثدي وانتصرت عليه، لتروي لنا القصة من البداية. أهلا فيك ميري. فيك حبيبتي. يمكن القصة صعبة بس لازم مرات تنحكى. أول شيء، كيف اكتشفتي أنه عندك هذا المرض؟ من سنتين ونص اكتشفت المرض، بس من قبل ما نكتشفه بثلاث سنين أنا كنت أحس الدرني بصدري بالثدي، وكنت أقول كل الوقت إنه أكيد هذا مش سرطان. فكرة السرطان كنت أقيمة عن راسي كل الوقت، إنه لا هذا ولا إشي عابر. السبب اللي كنت أفكر هيك إنه أنا عندي أربع أولاد كنت أرضعهن 3 و4 سنين كل ولد، هاي واحدة من الأسباب. وإشي تاني إنه أنا فيش حدا بالعيلة، إنه كمان كل واحد يمكن بيستبعد هذا المرض عنه، فأنا كنت كل وقت أستبعده وأقول أنا مستحيل أمرض بهذا المرض. وكيف اكتشفته؟ إنه بدي وجع تحت الأباط، رحت فحصت وبين دغري إنه سرطان من الدرجة الثالثة. وبديش أقول لك نسبيا تأخرت، يعني حتى الأطباء بالأول فكروا إنه منتشر كل جسم المرض، بس أشكر الله كان إنه موضعي ومرقت كل العلاجات وكل العملية بنجاح. ماري، أول ما عرفتي بمين فكرتي؟ طلع أول ما عرفت كان طبعاً إشي صاعقة، كان خبر مش متوقعته، مش هوين إنك أنت تسمع هيك خبر عن نفسك. دغري أنا فكرت بأولادي أول إشي، قبل نفسي، قبل أي شخص، أنا وجوزي طبعاً إحنا يعني الخبر كان إلي وإله مع بعض. أنت أم لأربع أولاد؟ أنا أم لأربع أولاد، عندي ابني، أولادي كبار الشباب، يعني ابني اليوم كمان شوي 28 سنة، واحد 21، بنت إسا 14، وبنت صغيرة إسا 8 فكانت 6 سنين، واللي أكبر كانت 11 أو 11 ونص. فكان بالنسبة إلي إنه كيف أنا بدي أقدر أوصل لأولادي؟ أول إشي يعني عيلتي، أهلي طبعاً، أحبابي كلهم، بس بالأساس بناتي التنتين الصغار. ليه بالأساس؟ ليه كان صعب علي؟ البنت الصغيرة كانت تنام بس مع شعري، ضلش تنام بلا ما تلعب شعري وتنام. فلما إجا الخبر كمان إنه كيماوي، يعني قلت لهم أنا أي علاج تاني مش مهتمة إيش، بس ما يكونش عشان البنت مش عشاني أنا. فهذا كان أكتر إشي فكرت فيه، وإنه كيف بدي أتخطى. فإذا بدك أحكي لك كيف تخطيته، إنه أول إشي إنه أنا أخذت قوة، أول إشي بإيماني بثقتي بربي، هاي القوة الأساسية عندي. وأنا قلت إنه أنا هقوى، وأنا رح أقدر أتخطى، وأنا رح أنجح، وحتى لو كان كيماوي، حتى لو كان أي علاج وأي إشي رح أمره، وأنا متأكدة إنه ناجحة. فبقوتي أنا، لما أنا أخذت القوة قدرت أوصلها لأولادي، لبناتي بالأساس، لأنه الكبار كمان كانوا شركة معي. فكان صعب إنه كيف أنا بدي أحلق شعري على الصفر، وكيف بدي أخبر البنت الصغيرة. ففعلاً لما أنا قوية ما بكيتش قدامها ولا مرة، بالعكس كل الوقت كنت قوية على الآخر. فقلت لها إنه أنا بدي أخذ دواء، وإنه راح يكت شعري، وإنت بدك تساعديني. فرحنا أول مرحلة وقصينا جدولي لكل بنت، للبنتين، على أساس تنام مع جدولي. كان طبعاً صعب عليها كثير، إنه كيف بدها تمسك المقص تقص شعري اللي هي القد متولع فيه. والمرحلة الثانية بعد جمعتين تقريباً كان كمان كيف بدها تحلق، وما قبلتش إنه يكون تدخل من أخصائية نفسية ولا من عاملة اجتماعية ولا من أي حدا. قلت أنا نفسي، لأن أنا بعرف بنتي بالضبط شو راح تحس وكيف بدي أوصلها، ولما تشوفني أنا قوية هي أخذت القوة مني. فعلاً ممكن تكون أخذت القوة منك والإلهام منك. كيف كانت فترة العلاج عليك ميري؟ طلع مش هويني، اللي بيجي بقول لك إنه ولا إشي، مش هويني بالبداية، بس كل العوارض اللي أنا كنت يعني أقرأ عنها كنت خايفة منها قبل، لما بديت كنت أتخطاها بإني أنا أعالجها بأشياء طبيعية وبأكل الطبيعي. فمرقتها، وغير إنه الدعم من العيلة، من جوزي، من قرايبي، من عيلتي، فكان دعم كبير من الناس، المحبة اللي لقيتها، كله هذا قواني. فتخطيتها بشكل ما توقعتش. والإشي الثاني إنه أنا قلت إنه أنا بدي أستخدم هذا، الناس بتقولها مصيبة بس بالنسبة لي ما كانتش مصيبة. ليه؟ أنا استخدمتها كرسالة أوصل لناس كثيرين، وأنا عم بوصل وراح أضل أوصل إنه هاي مش نهاية، بالعكس بداية وقوة ومرحلة جديدة بالحياة ومرحلة حلوة. فهذا اللي عملته، وبديت أنا أحكي مع الناس من أولها. يعني كنت بالبداية وقفت مع مؤسسة مريم وبفتخر فيهن وبرفع راسي، اللي دعموني وقفوا معي، وقفت على المنبر وحكيت وأنا صلعة.
فما كانش عندي خجل عندك القوة توقف بالعكس وبستغرب ليش ناس بتخبي وما بتحكي الحقيقة. طب شو رسالتك اليوم للنساء اللي عم تسمعنا عبر الشاشة؟ أنا تأخرت وأنا بطلب من كل أنثى من كل صبية حتى من الرجال يعني اللي بحس أي إشي، الأنثى بتقدر كل سنة تعمل فحص ما تتأخر، لأنه فعلا لو كان أنا قبل ما تأخرت هاي الفترة كان أكيد يكون الإشي أسهل بكتير والعلاج بكون أبسط. فأنا بوجه توعي عن جد للكل إنه ما يتأخروا رح يفحصوا كل سنة، وهذا بيختصر عليهم كتير كتير تعب كتير عذاب اللي ممكن ما يكون فعلا. اليوم أنت انتصرت بتقولي إنه أنت نشكر الله أنا صرت مارقة سنة تقريبا أنا مخلصة كل إشي بس فحوصات ومتابعات نشكر الله. ماري أنا بدي أشكرك كثير على حضورك معنا وشكرا على مشاركتك هاي الصعبة ودوام الصحة تسلمي وهدات البال، شكرا لك على وجودك معنا تسلمي.